بحث هو بنفسه مع المسؤولين على مختلف المستويات كل أوجه التعاون، واتفقنا أنه ليس فقط ما اتفق عليه هو ما نريده، بل أننا نريد تعاونا أوسع. وكما قلت له أكرر أمامكم أننا بالنسبة للتعاون في المرحلة المقبلة، وأنا بعتبر زيارة صديقي هي نقطة تحول في العلاقات كما قلت له، طلبت منه أن ينقل للشعب الألماني شكرنا على كل ما تم وعلى الحفاوة الرائعة التي قبلنا بها هناك، وأن ينقل إليهم أيضا أنني أريد أن أرى هذا التعاون مشاركة وليس تعاونا فقط، بل مشاركة فعلية، لأن شعبنا عبر التاريخ دائما كان ولا يزال يحمل للشعب الألماني كل إعجاب وتقدير. Die Besuch meines Freundes Dr. Filbinger war eine sehr gute Gelegenheit, diese Themen zu erörtern. Beide. كيف تكون؟ كيف تكون بدون مشاركة الحكومة المصرية؟ Was meinen Sie mit ohne Beteiligung der ägyptischen Regierung? Ja, nun, dass die Firmen selber von sich aus entscheiden können, wie sie investieren wollen und auch, dass sie eine gewisse wirtschaftliche Selbstständigkeit haben. يقصد بذلك أن يقوم التعاون والاتفاق بين الشركات الخاصة فيما بعدها بشكل شبه مستقل بشكل مستقل. في جميع مشاريعنا اليوم التي نعيد فيها البناء، بناء مصر، والتي نطلب التكنولوجي الألماني فيها والنهاو، بيجري الأمر على الآتي، هو أن يشترك القطاع الخاص ويشترك النوهاو الأجنبي مع القطاع الخاص مع das Projekt Kapital bereitzustellen. بالنسبة للمشروعات الثلاثية التي قد تشترك فيها الدول العربية برأس مال، ما هي الدول التي تعتقدون أنها ستساهم ابتداء في مثل هذه المشروعات الثلاثية المتعلقة بمصر؟ بالتأكيد هناك أربع دول أساسية في هذا الأمر، على رأسهم السعودية. السعودية أولا، وبعد ذلك بيشترك أيضا، ممكن يشترك أيضا أبو ظبي والكويت وقطر. و لقد كون الأربعة ما يسمى بصندوق لمصر فيه 2 مليار دولار، ولكن بالتأكيد بتأتي السعودية في المقدمة. Ich kann mit Sicherheit sagen, dass vier arabische Staaten kommen in Frage, an deren Spitze die Königreich Saudi-Arabien. Können Hervorragendes gemeinsam zur Entwicklung tun. Der Wille und die Bereitschaft ist vorhanden. Herr Präsident Sadat und seine Regierung geben jede mögliche Hilfe. Ich konnte mich davon persönlich bei allen Gesprächen, vor allem aber bei dem heutigen Gespräch im Hause des Herrn Präsidenten, überzeugen. Wir kehren nach Hause in dem festen Willen,
etwas Nützliches zu tun zur Verstärkung der Freundschaft, der Zusammenarbeit und der gegenseitigen Solidarität. Vielen Dank. Bevor ich übersetze, muss ich mich bei der Herr Küster mal entschuldigen. Ich habe verstanden, Ministerpräsident, unser.